بتقلي هاد رزقنا اليوم رح حس انك جايب لي عسل وبقلاوة. جنيد انا هيك حبيتك. وانا كمان بحبك كلثوم. عن جد انا مو حابة اشوفك ابدا. انا بدي اشوف ابني وبس. كلثوم هلأ حتى سكت، مو بس لأنه شرب حليب، هو سكت لأنه عم يشم ريحة أمه. حبيب قلبي هالولد إلي. كلثوم عطيني ابني، عطيني ابني كامل. اسمه نجدت. كلثوم عطيني ابني أحسن ما تصير مشكلة. ما رح تتركيه؟ ما رح تعطيني إياه؟ ماشي، رح أنزل وقول للكل إنه هذا الولد ابنك، وكيف جبتوني بتهديد السلاح لهون، ومنشوف وقتها شو بيقرروا يعملوا فيكي. شو رأيك؟ ممكن يقتلوكي. برأيي إنهم بيعملوها. وشو رح يصير بالولد؟ رح يزتوه قدام الجامع، أو أكيد رح يحطوه بشي دار للأيتام، وهيك أنتي بتموتي وما حدا بيعرف شو بصير بابنك. كلثوم أنا مو حابة أبداً كون أم لابنك. لا تعملي هيك ست كلثوم. طيب إذا مو خايفة على حالك، خافي على هالطفل. اللي قالته مظبوط، بدهن يرموا قدام الجامع. بترجعكي لا تعملي هيك. نامت أوزكي؟ نامت أوزكي؟ فاقت أوزكي؟ أكلت أوزكي؟ أنت شو عم تحاول تفهمني؟ إنه ما ضل بيناتنا صلة غير أوزكي بس بطريقة حلوة يعني؟ ضل بيناتنا؟ ليش كان في قبل؟ لا تحاول تستفزني بكلامك هاد، ما عاد فيك تعذبني أكتر. مو ضروري هالحركات يعني، لما ما بتكون مضطر ما بتطلع فيني، ووقت بتطلع بيكون عيونك باردين وما فيهم مشاعر. خلص بكفيني هالشعور. ظاهر انك هيك. ها يبارك فيك. عن جد طلعت الأبوة شعور غريب كتير، يعني ما بعرف شكله بيشبهني كتير. أنفه نفس أنفي تمام. يمكن مو نفس أنفي تمام، بس وقت يكبر رح يصير مثل أنفي تمام. وقت بحمله وبضمه على صدري بحس إحساس غريب، إحساس خاص كتير ومو حاسه من قبل. يعني لهلأ ما عم بعرف اشرح لك شو هو. أخي أنت بتعرف هالإحساس أصلاً؟ إيه أنت عندك بنت. أنت وفيلدان ما عم تفكروا تجيبوا ولد تاني؟ لا لا يا أخي، شو هالحكي الفاضي؟ الولاد أحلى شي بهالدنيا كلها. يلا شدوا الهمة وجيبوا التاني.
ماشي؟ أصلاً ما هي بنتك رح تكون الكبيرة ورح يكون معها ابني وابنك الجديد، ساعتها رح يصير بيتنا في روح وبياخد العقل، والله لنطير من الفرحة، خاصة إذا ابنك الثاني صبي، وقتها كل حياتنا بتختلف. تصبح على خير عابدين. والولد؟ خلينا نكمل حكي على ابنك جنيد. شو هالرجال هاد؟ شو في أحلى من هالإحساس يعني؟ شو معقول يضل عم يرضى على الصباح؟ لوين بدك تروحي؟ قلسوم خانم شو لوين رايحة؟ صح أنا ما عم بسألك أسئلة بنوب وما فيني أسأل، بتعرفي ليش؟ مو مسترجي أسألك مين أبو الولد لأنه خايفة من الجواب. بتعرفي ليش قلسوم؟ ها؟ لأنه جوابك ممكن يموتني. الله بيعلم من أي ابن شارع جبتي ابنك هاد، بلا ترباية وبلا أخلاق. إيه امشي امشي وتركي ابنك هون ممتاز، هيك بدك صح؟ عم تقولي ابني؟ ابني اللي ما فيني أحمله بين إيدي، ابني اللي وقت بدي رضعه برضعه بالسر. خلاص أنا مستحيل أقدر أتحمل أكثر من هيك. رح تتحملي غصباً عنك، رح تتحملي وما تحكي شيء أبداً. اسمعي يا بنت، ها؟ رح تتحملي وما تحكي بنوب، يعني مثل ما أنا تحملت. نقلعي يلا، تفضلي ما رح أمنعك. يلا روحي. أصلاً كل هذا لسه قليل عليك. عابدين طلع بدي ردع الولد. شبك أنا زوجك يا بنت، ما تكوني خجلاني مني. تفضلي أمي. تعال. استنوا وروقوا علي شوي، لسه صفية ما طلعت كل شي عندها. خير أمي؟ ليش طلبتي إني أطلع معك بهالليل؟ ها؟ شو بدك تطلبي مني إني أهتم بصفية أكثر من هيك؟ عود ابني. أنا فكرت كتير مبارح بحكيك، أنت معك حق، يعني أنت صرت أب وفجأة صار في عندك عيلة وعندك ولد صغير كمان، مشان هيك لازم إنه احترم الوضع الجديد اللي أنت فيه، بس بنفس الوقت أنت في مسؤوليات لازم تعملها هلأ. صحيح؟ أنا بأمرك يا أمي. اعتباراً من هلأ ما بقى بصير تضل عم تاخد الأوامر، أنت صرت أب عندك صبي صغير ولازم تفكر أكس. كتلك إذا ما بتخلصي صحنك بتاكلي بهدلة. خزيت العين قديش انحلت عقدة لسانك بسرعة، ما شاء الله. أمك ما علمتك إنه البنت لسانة وإيدة المفروض إنه يكونوا قصار؟ نامق؟ نامق؟ شو بدك يا تار؟ من وين طلعت قصة إيدي الهي؟ المفروض إنه برر لك ما؟ شوف نامق، أنا ما بقى فيني أصبر أكتر وكرامتي ما بقى تسمح لي إني أتحمل كل شي عم تقوله، عم ببلع وأسكت. أصلاً أنت أكتر وحدة مرتاحة يا تار. نامق، أنا بكون أمه لفرهاد، أنا أم ابنك الوحيد، لا تنسى هالشي. أنت بتعرف إنه قبلت كذبة الخال تبعيتك وسكتت. لا تحكي بالسيرة هون، هلأ بيسمعونا. ما رح يسمعوا، أنا قلبي عم يحترق من سنين مشان ما يسمع حدا.